يا انت ولا انت ديروا ابوني وفعلوا الجرس لا غادي يضربكم شي واحد. بابا راني خارج. وفين غادي تخرج؟ في حيط. شنو هو؟ لا لا زعما خارج مع صحابي. هادوك حتى هما يقولوا عليهم الناس صحاب. علاش مالهم؟ حيت فين ما تجمعتي معاهم تديروا شي مصيبه كحله. ياك اخر مره خرجتوا ما عقلتيش؟ ياك ذبحتوا الخروف ديال جارنا علي صدقنا حاطين فيه 4000 ريال لواحد. لا لا بابا انت دابا ظلمتينا وصافي. حنا رايك نتلعبوا معاه. مع من كتلعبوا؟ مع الخروف ديال علي. دابا مع عمر كان جيعان وقال اش ندير اش ندير. شد الخروف ويذبحوا سلخوا ويشوي كلينا مجموعين تحامينا عليه. ايوا بالصحه والراحه. الله يعطيك الصحه الوالد. وسير ضرك عليا زلاف والله الا خرجتي. قلت لك ما غاديش تخرج هي ما غاديش تخرج. يلا حتى نشوف حنا شكون اللي بيحكم في هاد الدار. امالك انت تضحكي ياك ما نبكي. ايوا بكي يبكيو عليك نيت انت قنص. اجي شكون اللي قال لك بعدا هز البيسي ديالي؟ دابا نصمكك دروك باغي تضربني قدام بابا؟ ما بقيتي تحترم تحت كضربها قدامي. هاكا وليدي ودابا دابا انا باقي حي وتضربها قدامي ولا مت شنو غادي دير ليها دوي؟ لا لا بابا حاشا حاشا قال لك ديالي الله ينعل اللي ما يحشم حط فيه شي ريال. شوفي بنتي نسري خذي راحتك انا عطيتو لك ما بقاش ديالي انا عطيتو لك خذي صافي. شكرا انا بابا بزاف بزاف يلا موت بس. واخا انا مشيت هادو جايين النحس عاد علاش كانت امك تتوحم. حمزه واسمح لي وشوف خليني نلعب مع هاد البلي. يلا زيدي بصح واخا شكرا ما باقيش نعاود انا غادي نلعب بالبارصا وانتي حتى انا غادي نلعب بالبارصا. ايوا صافي انا غادي نلعب بالريال. ايوا صافي حتى انا نسي الريال. اختاري وحده دابا ولا نجي في حاجه ولا تبقي تصبطري عليا. وصافي صافي انا غادي نلعب بالبارصا وانت لعب بالريال مشات صافي. يلا قبل ما نبداو على شحال غادي تلعبي بعدا؟ نلعبوا على 50 درهم اللي عندي صافي مشات. وانت علاش غادي تلعب؟ على البلي ديال من ياك ديالي بغيتي تلعبي لعبي ما بغيتيش نوضي بحالك صافي. أوف. يلا صافي صافي يلا جو جو يلا بسم الله توكلنا على الله. أماكن لاش تقلق يا الماتش يلاه بدا وباقي طويل يلعب يلعب عرفت باقي ما سالاش يلاه يلعب لعب. جول تاني تاني ويلا اش هاد الشهادة 50 درهم حزقات ليا. باقي ما سالا الماتش يلعب يلعب دابا نفرجك. شو هادي كي تدير راكي باقا خاسرة تسحبي راسك ربحتي وهي زيد ان شاء الله غادي نجيبو التعادل. يلا يلا الدراري كونوا رجال كونوا رجال. مات سالا يلا دخلي عندي هاك اش بالك نعاودو تاني؟ اه لعب زيد زيد حنا ما تنسلموش. هاك البرد اش هذا؟ اللعب هذا الا لعب هذا وليدي تدوي عليه اللي تسلت لاختك حويجها والبرد هذا بلاتي نفهمك الواليد. اش غادي تفهمني نفترضوا دابا ضربها البرد شكون اللي غادي يوحل انت وكتقول ابو جاك حمار ورا الصراحه راحه. اليوم ولدي حمزه مقتل امك ما يفكرني معاك تحت. نسرين طلبي عافاك الا بغيتيني نطلبو خاصك دير واحد تحتي. اما هو يقولي يقولي هذا الفيديو خاص يوصل ل 5000 لايك الا ما وصلاش والله ما نطلب. صافي والله حتى نديرو يطلبه يلا بين ليا خوتي عافاكم لما وصلت الفيديو 5000 لايك الله يرحم ليكم الوالدين. لا غادي يضربني شي